السلام عليكم. قد أثار خبر وفاة شافية بوزراع حزن الناس في دولة الجزائر وفي الوطن العربي، وذلك بعد مشاركتها في الكثير من الأعمال الفنية. ولقد ذكر المقربين منها أنها في الفترة الأخيرة كانت تعاني من مجموعة من المشاكل الصحية، ولقد توفيت في المستشفى العسكري وتم دفنها في مقابر العائلة الخاصة بهم، وتعتبر رائدة في مجال الفن، ومن أبرز أعمالها دار السبيطار وغيرها. وعبر المواطنون في الجزائر عن حزنهم الشديد في نشر التغريدات على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تلقوا نبأ وفاة شافية بوزراع بإحدى المستشفيات في البلاد، حيث عم الحزن والغم على متابعيها في جميع الدول العربية. وفي هذا الإطار نقدم إليكم التفاصيل الكاملة عن المرض الذي أصابها وتوفيت على إثره، لا سيما مع حرص المواطنين على معرفته. سبب وفاة الممثلة شافية بوزراع عن عمر يناهز 92 عاما بمرض عضال ألم بها منذ فترة، وعلى إثره أدخلت إلى المستشفى لأشهر عدة. قال سامي قاسمي عبر صفحته على تويتر: الموت يغيب الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوزراع عن عمر يناهز 92 عام، رحم الله الفقيدة وغفر لها ورزقها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلق وليد كبير: الفنانة الجزائرية القديرة شافية بوزراع في ذمة الله عن عمر ناهز 92 سنة، وقد اشتهرت بدور لالا عيني في مسلسل الحريق، وأدت دور البطولة في فيلم خارجون عن القانون. خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكتب رشيد الأزرق: إلى رحمة الله تعالى بإذنه، ترحل سيدة التمثيل الجزائري، ترحل من جسدت حياة المرأة الجزائرية. إبان الاستعمار الفرنسي المرأة البرة بوالدتها والمكافحة لأجل أبنائها، رحمة الله لالا عيني، تعازينا الخالصة لأهلها جميعا. وقال رمطان العمامرة: بين الأمس واليوم تفقد الأسرة الفنية الجزائرية علمين من أعلامها واسمين لامعين، الفنان أحمد بن عيسى والفنانة شافية بوزراع، اللذين ساهما بكل تفان وإبداع وتميز في تألق الفن الجزائري محليا ودوليا. أخلص التعازي لأهالي وأقارب وأصدقاء الفقيدين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال يوسف ميلي: رحم الله الفنانة الجزائرية شافية بوزراع، الفنانة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تدخل الحجاب إلى مهرجان كان العالمي، معتزة بجزائريتها ودينها وتقاليدها، هذه الصورة سوف تبقى سابقة عالمية في مثل هذه المهرجانات، لن نجد أي امرأة أخرى شجاعة مثلها. لم يتوقف سيل التعازي في الانهمار سواء في الواقع أو على وسائل التواصل الاجتماعي في نعي رحيل الفنانة الأصيلة شافية بوزراع، التي ستبقى إلى الأبد أم كل الجزائريين ورمز المرأة الجزائرية الشجاعة والمقاتلة والصامدة. بعث في هذا السياق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة الفنانة شافية بوزراع، معتبرا إياها مثالا ومدرسة لأجيال من الفنانين ومبعثا للاحترام من جمهور المتذوقين على مر سنوات طوال. وجاء في رسالة التعزية: تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة المغفور لها بإذن ربها الفنانة المرحومة شافية بوزراع، وقد فارقتنا لتلقى الله ولقاؤه حق، وأمام هذا المصاب الجلل فإننا نودع كوكبا أفل من سماء الفن الجزائري. وقد صدحت المرحومة رفقة سلة من فناني الرعيل الأول للجزائر المستقلة
عبر ركح المسارح، وافتتحت بواكير الانتاج التلفزيوني والسينمائي، وكانت مثالا ومدرسة لأجيال من الفنانين ومبعثا للاحترام من جمهور المتذوقين على مر سنوات طوال. فكانت لالا عيني فنانة بحق من طينة الفنانين العالميين. وإذ نسلم رضا بقضاء الله وقدره، فإنني أعزي الأسرة الثقافية والفنية عامة وأهل الفقيدة خاصة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بمشمول رحمته ويسكنها الفردوس من جناته ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم، إن لله وإنا إليه راجعون. بدوره قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة تعازيه الحارة لعائلة المجاهدة وأرملة الشهيد صالح بوزراع، الفقيدة شافية بوزراع التي رحلت عنا عن عمر نهز 92 عاما. كما تلقت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله أيقونة السينما الجزائرية الممثلة القديرة شافية بوزراع عن عمر نهز 92 سنة بعد صراع مع المرض. وقالت إن الفقيدة المعروفة بشخصية لالا عيني تحفة لن تمحى من الذاكرة الفنية في الجزائر، فهي واحدة من الفنانات الجزائريات اللواتي عكسن الصورة النموذجية للمرأة الجزائرية في كفاحها ونضالها ضد الحرمان والجهل والفقر وبطش الاستعمار الفرنسي، فنشرت الحب والابتسامة في الوسط الفني ومنحت الجمهور متعة المشاهدة فأحبها وحرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة في مسيرتها الفنية السرية. وجاء في بعض شهادات من عرفها عن قرب من أبناء مدينتها قسنطينة أنها كانت امرأة شجاعة، فقد عاشت الفاقة حينما التحق زوجها سي صلاح بوزراع بالكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي، حيث كانت تطعم أطفالها بالخبز والماء، وزاد الأمر سوءا بعد استشهاد زوجها ثم انتقالها إلى العاصمة مباشرة بعد الاستقلال، حيث عاشت الوحدة وفقدان أحد أطفالها بشكل مأساوي، ولم تكن تكفيها منحة الشهيد المقدرة آنذاك ب 150 دينار جزائري شهريا و 30 دينارا لكل طفل قاصر. ورغم النجاح الذي عرفته بعد كل هذه المعاناة إلا أنها لم تنس ما عاشته، فكانت بالفعل امرأة عظيمة. من هو زوج شافية بوزراع؟ تعد شافية بوزراع واحدة من الوجوه الفنية القديمة التي تربينا على أعمالها الفنية، ولقد شاركت في أغلب الأحيان في أدوار جدية، ولقد شاركت في أدوار في غاية الروعة في السينما العربية، منها كحلة وبيضاء ومال وطني وغيرها من الأعمال. ومن أعمالها في التلفزيون الجزائري مسلسل الحريق ومسلسل امتحان صعب. ولقد حزن الوسط الفني على خبر وفاتها في 22 من شهر مايو من عام 2022 عن عمر يناهز 92 عام. وسوف نتعرف في هذا الفيديو على من هي شافية بوزراع وعلى من هو زوجها وخبر وفاتها. ولدت شافية بوزراع في 22 من شهر أبريل عام 1930، ولقد توفيت في 22 من شهر مارس من عام 2022 عن عمر يناهز 92 عام. ولقد ولدت في القسنطينة في الجزائر، وإضافة إلى كونها ممثلة معروفة فهي أيضا كاتبة ولها الكثير من الكتابات الرائعة وتحمل الجنسية الجزائرية، وكان لها دور كبير في مسرح قسنطينة الجهوي، ولقد كانت تعاني في الفترة الأخيرة من مرض. ولقد أمضت شافية بوزراع في الوسط الفني 47 عام، ولقد كان الفضل في بدايتها في الوسط الفني للفنانة الراحلة فتحية بربر التي كانت تعمل في الإذاعة الجزائرية، ولقد كان الظهور الأول لها
في شخصية حرية وتعتبر مسلمة الديانة، أما لغتها الأم فهي اللغة العربية، ولقد أحبت منذ صغرها الدخول إلى الوسط الفني، ولقد كانت بدايتها مبكرة في هذا المجال. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.